بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم النهارده على الميوزس او مميزات الميوزس، الصفات اللي بتميز انقسام الميوزس او انقسام الاختزالي reduction division او sexual division. occurring sex cells، الخلايا الجنسيه divided to produce the gametes. طبعا بيبدا في الخلايا الجنسيه عشان تدي الامشاج اللي هو الجاميتس اللي هو السبيرم في الحمل المنوي للذكر او الايج او البويضه للانثى. الجاميتس هاف هاف ذا سيت اوف كروموزومز، زي ما قلنا عندها نصف عدد الايه الكروموزومات. لو الانسان فيه 46 يبقى السبيرم فيه كام؟ 23. تبقى الايج فيها كام؟ 23. عشان لما يحصل ان هم يتحدوا تاني مع بعض في عملية الفيرتلايزيشن او الاخصاب بيرجعوا تاني ب 46 كروموزوم. يبقى occurs in the gonad، only in the gonad. يبقى الانقسام ده بيحصل دايما فين؟ في المناسل اللي هو الجونادز اللي هو التستس في الخصي او الاوفرز المبيض. الميل العملية دي اللي هي الاميوزس دي في الميل بيسموها سبرماتوجينيسيس، يعني تكوين جينيسيس، يعني بناء سبيرم حمل مناوي. سبرماتوجينيسيس بناء الحيوانات المنوية. في الأنثى يسموها في الفيميل يعني يسموها اوجينيسيس، يعني تكوين البويضات. الميوزس is similar to mitosis طبعا، وانقسام نواة وبعدين سيتوبلازم، لكن with some chromosomal differences، لكن في اختلافات في هنتكلم عليه بعدين. السبرماتوجينيسيس تكوين الحيوانات المنوية، ده human sex cells خلايا موجودة داخل الإنسان في الخصية. هتبقى تبدأ بـ diploid cell السبرماتوجونيا أمهات المني، يبقى 2N تديك الـ 64 يعني. بعد كده يحصل في الميوزيس 1 يحصل reduction للـ number of chromosomes into the half، ويديك خليتين زي الميتوزيس هو، لكن بدل ما كانت 2N بقت N واحدة. بدل ما 46 بقى 23. بقى أول انقسام، أول مرحلة في الميوزس هو عبارة عن مرحلتين انقسامين متتاليين. الميوزس أولا رقم واحد ميوزس 1 reduction أو reduce the number of chromosome into the half، reduce the number of chromosome into the half but increase the number of the cell. يبقى زي الميتوزس كان increase the number of the cell but still have the same number of chromosome. تبدأ 2N يبقى برضو خليتين و 2N 2N، لكن الوقت في الميوزس ده عبارة عن 2 types of division اللي هو الميوزس 1 والميوزس 2. الميوزس 1 مختلف خالص عن الميتوزس. ليه؟ لانه increase the number of the cell but reduce the number of chromosome into the half. الميوزس 2 اللي هو الميوزس رقم 2 like الميتوزس، ده بقى زي الميتوزس خالص. ليه؟ increase the number of chromosome of the cell but still have the same number of chromosome. الخليه الاصليه اللي انقسمت كانت كام؟ 23. اديتها خليتين كل خليه كام؟ 23 زي الميتوزس. ان تفضل ان وان لكن بيزيد في عدد. يبقى عندك الديبلويد نمبر اللي بدأت في الخلية خالص، بقت عندك هنا ايه هابلويد نمبر. الخلية واحدة تدي كام؟ اربع حيوانات منوية في السبرماتوجينيسيس. يبقى الخلية في الميتوزس تدي 4 سيل، في الميتوزس بتدي 2 بس. ده تاني السبرماتوجينيسيس. في التستس هتديك البرايمري سبرماتوسايت، بيحصل لها ميوزس 1 تبقى سكندري سبرماتوسايت خليه تانيه، يبقى ده 2N لكن ده على طول بتبقى N واحده. يحصل ميوزس 2 وبالتالي تتحول تديك 4 سبرماتيد خليه طالعه منويه، خليه حيوانات منويه غير قادره على الحركه. بعد كده يبدا يحصل لها ماتيوريشن نضج وتديك سبيرم، يطلع لها سبيرم يطلع لها فلاجيلم، وبالتالي تبدا يبقى تيب موتايل سيل خليه متحركه باسط للفلاجيلم الصوت. يبقى في الحاله دي اسمه السبيرم. زي ما انت شايف كده خليه واحده بس من جدار الخصيه تديك اربع حيوانات منويه. في الاوس في الانثى خليه العمليه اسمها اوجينيسيس. في جدار المبيض الموجود ده هتلاقي كل خليه تدي في الاخر خالص بويضه واحده بس. ده البرايمري اوسايت برضه 2N، لما يحصل له ديفيجن بالميوزس 1 تبقى سكندري اوسايت تبقى ان واحده، ويطلع النص الثاني عدد الكروموسومات يبقى في الجسم القطب الاولاني فيرست بولر بادي اللي هو برضه هاف، يبقى ان ان خليتين اهو زي الميوزس 1. بعد كده يحصل ميوزس 2 ويبقى عندك الاثنين الخليتين الموجودين دول واحد واحد والاولاني ده يبقوا ثلاثه، يبقى انت عندك دلوقتي 3 بولر بادي ثلاث اجسام قطبيه و 1 ايج 1 ماتيورد ايج بويضه ناضجه اللي فيها ايه البويضه بالحجم الكبير يعني بتاعها اللي هي البويضه الناضجه بتبقى ان الكروموزومات اللي فيها ايه هابلويد نمبر اوف كروموزوم. وبالتالي يقول لك ان كل خليه في جدار المبيض تدي خليه واحده اللي هي بتشارك في عمليه التكاثر يعني للبويضه واحده، لكن كل خليه في جدار المبيض بتبدا تديك اربع حيوانات منويه، وده يمكن سبب انا اقترح ان هو
ان يمكن ليه ربنا قال ان مثنى وثلاثة ورباع، ليه وقف لحد رباع؟ لانه من ناحية تشريحية هي كل خلية في جدار الخصية انها تدي حيوانات منوية تلقح 4 بويضات. الميوزس ده سيكشوال ديفيجن، قلنا ده انقسام جنسي، وده يؤدي الى ريدكشن ديفيجن يعني انقسام اختزالي. ليه؟ لانه ريديوز ذا نمبر اوف كروموزوم انتو ذا هاف. ميوزس ريكوايرز تو نيوكلير ديفيجن، خلاص ده الميتوزس انقسام واحد للنواة، لكن الميوزس انقسامين للنواة متتاليين. And the result of four daughter cell بيطلع 4 خلايا، لكن الميتوزس كان بيديك ايه؟ خليتين، 2 بس، لكن ده يديك 4 خلايا. دول هاف بلويد نمبر اوف كروموزوم، يعني عندهم عدد نصف عدد الكروموزومات، هاف نمبر اوف بارنتال كروموزومز، يعني ايه 2n. لو عندك، بقول لك في الخلايا الاصليه عندك 23 بيرز، 23 زوج يعني 46 كروموزوم، يعني يبقى الناتج يبقى عندك كام؟ 23 كروموزوم، يعني هاف نمبر اوف كروموزوم. هيومن هاف 23 بيرز اوف هومولوجس كروموزوم. نقطه مهمه بقى دي، الإنسان عنده 23 زوج من الكروموسومات المتماثلة المتشابهة. 23 زوج، الزوج الأولاني ده from the female، والزوج الثاني ده from الميل، وبالتالي دول أداء أول الزوج الأولاني، والثاني مثلا لو عامل كده يبقى الثاني عامل شكله كده، والثالث لو عامل كده يبقى الثالث عامل كده، وهكذا. يبقى عندك كام بقى زوج من الكروموسومات المتماثلة؟ عندك 23 pairs of chromosome اللي هم 46 يعني. During the meiosis 1 ايه اللي يحصل بقى؟ اللي يميز الايه؟ الميوزس 1 ايه؟ ان يحصل هومولوجس بير، يعني الهومولوجس دي اقصد بقى الهومولوجس كروموزوم، الجزء الهومولوجس كروموزوم اللي هي الهومولوجس يعني مالهم بقى؟ يزدوجوا مع بعض. يعني كل واحد متشابه للتاني يجي يقرب للتاني ويقترب معاه كده مع بعض كده، يبقى يحصل بيرنج، اللي عمليه بيسموها الساينابسز او الاقتران، اوكيرنج الاونج ايه؟ الكروسنج اوفر، وده بيتم عشان يحصل ما بينهم ايه؟ كروسنج اوفر كده، عشان يحصل ظاهره تبادل القطع الكروموزوميه، او ظاهره بيسموها ايه؟ ظاهره العبور، ظاهره ايه؟ العبور. يبقى في الميوزس 1 الهومولوجس بير اللي هي الهومولوجس كروموزوم يعني مالها؟ تزدوج، بير توجذر اند سينابسز اوكير. ليه يحصل سينابس اقتران بينهم بعض؟ تو الاو الكروسنج اوفر. اول كروسنج اوفر بقى نقوله تاني، الاكس تشينج اوف جينيتك ماتيريال، دي عمليه تبادل القطع الوراثيه between او المادة الوراثية between the non-sister chromatids of homologous pair at chiasmata في مناطق التصالب. طيب نقول تاني، ده الهيومن كروموسوم، قلنا ده كاريوتايب 46 كروموسوم، يعني 23 pairs of homologous chromosome متماثلة. ده كروموسوم قلنا من الميل، وده كروموسوم من الفيميل، متشابهين كده مع بعض، يتقربوا لبعض كده تلاقيهم متماثلين خالص، ده هوملوجس كروموسوم. فاثناء عمليه الديفيجن يحصل ايه؟ يحصل بيرنج للكروموسومات المتماثله، يعني ده الاول خالص ده تو ان كان فيه سنجل كروماتيد. اثناء عمليه الانقسام زي ما قلنا في الميتوز لازم يحصل دبليكيشن للكروماتيد او للكروموسوم، يبقى بدل ما يبقى سنجل كروماتيد كده يبقى ايه؟ دبليكيتر كروموسوم، بيبقى عنده كل كروموسوم عباره عن تو سيستر كروماتيد متصلين مع بعض بالسنترومير. ده دوبلكيتد وده دوبلكيتد دوبلكيتد دوبلكيتد، يبقى نفس العدد هو 4n، يبقى انا برضه 4 زي ما هو. يحصل ميوزس 1، والميوزس 1 قلنا ريديوز ذا نمبر اوف كروموزوم انتو تهاف، ياخد واحد من الكبير واحد من القصير، يبقى واحد احمر وواحد ازرق من الصغيرين اهو، واحد كبير واحد صغير. يبقى الوقت عمل ايه الميوزس 1؟ عمل ريدكشن للنمبر اوف كروموزوم انتو تهاف، حاصل على الاختزال عدد الكروموزومات للنص. اوكي؟ طيب بيحصل بعد كده الميوزس 2 اللي هو لايك الميتوزس، increase the number of chromosome but still have the same increase the number of the cell but still have the same number of chromosome. ده 2 يبقى ده برضه 2، ده 2 يبقى برضه ده 2، بدل ما كان دوبلكيت يرجع تاني يبقى سنجل، يبقى الوقت عندك ايه؟ 1 2 3 4، 4 خلايا، بدل ما كانت خليه كانت 2 ان في البدايه خالص اصبحت ان واحده، بدل ما كان فيها 4 كروموزوم بقى كل خليه فيها 2 كروموزوم. ده باختصار الميوزس 1 والميوزس 2 المرحلتين بتوع انقسام الميوزس، انقسام الميتوز. طيب نتكلم بقى على الهومولوجس كروموزوم، في قلنا كروموزومات متماثله، الكروموزومات المتماثله ده سنجل كروماتيد، ده كروموزوم سنجل وده كروموزوم واحد وان كروماتيد زي ما احنا بنقول اهو. قبل ما يحصل عمليه الديفيجن لازم يحصل دوبليكيشن، تضاعف، فاصبح الكروموزوم بدل ما كان وان ستراند كده زي ما احنا بنقول وان كروماتيد، يبقى اصبح ايه؟ تو سيستر كروماتيد جوين توجذر باي وان سنترومير.
طب ده لو في الباترنال يعني من الاب، وده الماترنال من الام، برضه لازم يحصل له الكروموزوم، يحصل له دوبليكيشن. ده وده بالنسبه لده، ده هومولوجس كروموزوم هاف ذا سيم جين ان ذا سيم بوزيشن but not necessarily to be the same version. ده موضوع تاني يعني، او ما عنده نفس الجينات في نفس المكان. يعني ده لو قلنا مثلا ده مثلا لون الشعر او لون العين مثلا، يبقى في نفس المكان هنا لون العين، لون العين هنا مثلا في الاب اسود، في الانثى اخضر او ازرق، يبقى هو نفس الجين في نفس المكان لكن not the same version, not the same allele، مش نفس الاليل الموجود، لكن هو نفس الجين. طيب لما يكون عندك كروموزومين بالشكل ده، يبقى دول اسمهم ايه؟ هومولوجس بير، ده زوج من الكروموزومات المتماثله او الكومبلمنت المتكامله مع بعضها. ده سيستر وده سيستر وده سيستر وده سيستر، لكن ده وده سيستر ولا نون سيستر؟ ده نون سيستر كروماتيد. وبالتالي لما يحصل كروسنج اوفر، يحصل كروسنج اوفر اون ذا سيستر كروماتيد. طب ايه الفايده؟ ما ده نسخه من ده، يبقى لو قطعت الحته دي ونقلتها هنا، وقطعت الحته دي ونقلتها هنا، ما عملتش حاجه. وبالتالي عملية الكروسنج اوفر بتتم بين ايه؟ النون سيستر كروماتيد اوف ذا هومولوجس بير. ده الهومولوجس تاني يقول لك اتش لوكس او البوزيشن يعني اوف ذا جين، كلمة لوكس يعني الشرط دي مثلا، ده اللوكس اوف جين لوكاي اللي هي البوزيشن اوف جين ان ذا سيم بوزيشن اوف ذا هومولوجس كروموزوم. ده نفس الجين مثلا اي كلر، وهنا الهير كلر نفس المكان، تلاقي هنا نفس المكان اهو، ده في الباترنال وده في الماترنال. زي ما قلنا ايه ديفرنت اوف ذا سيم نوت ذا سيم فيرجن، ده مالوش موضوع، ده موضوع تاني. طيب الدبليكات الكروموزوم ان ايرلي ميوزس، ده بالشكل ده لما اقول لك ده وده، ده اتنين كروماتيد، ده بسموه بقى في الحاله دي الاتنين دول حالهم كده يسموهم كده اسمها دايد. دايد يعني ايه؟ يعني اتنين كروماتيد مع بعض. لما يبقى عندك اتنين كروماتيد دايد ودايد، يقول لك حاجه اسمها ايه؟ تتراد. تتراد وتتراد يعني اربعه كروماتيد مع بعض، اتنين دول سيستر واتنين سيستر ودول اتنين نون سيستر كروماتيد. يبقى دول هومولوجاس كروموزوم بير، زوج من الكروموزومات المتماثله. ده دوبليكيتد كروموزوم جويند ات ذا سيم سنترومير، طبعا ده ات ذا سيم سنترومير وده ات ذا سيم سنترومير، ده والنون سيستر ده ديفرنت سنترومير طبعا. سنترومير كونستريكتد ريجن، النون سيستر كروماتي جوين ان ديفرنت سنترومير، خلاص واضحه خالص ان ده لوحده وده لحاله. اسوشيتد فور كروماتي دوبليكيتد هومولوجاس كروموزومز بير مع بعض كده، بيسموهنا في الحاله دي ايه؟ اتنين الكروموزومات اللي هو دوبليكيتد مع بعض ده تو هومولوجاس، يبقى تتراد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.